بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة، معالي رئيس هيئة الغذاء والدواء، أصحاب السعادة، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل من الله وتوفيقه، في هذا اليوم الأربعاء 27 من ربيع الأول 1440 للهجرة، الموافق 5 من ديسمبر 2018، تحتفل وزارة البيئة والمياه والزراعة تزامناً مع اليوم العالمي للتربة بتدشين الشهادة السعودية للممارسات الزراعية الجيدة سعودي GAP سعودي جاب. شهدت السنوات الماضية تطورات مهمة ومتسارعة في مجال الممارسات الزراعية اللازمة لضمان سلامة وأمن الغذاء وحماية المستهلك والمحافظة على البيئة، وذلك على المستوى الدولي والإقليمي. فبعد أن كانت سلامة الغذاء تقتصر في الماضي على إخراج الأغذية غير السليمة من الأسواق، ظهر مفهوم الممارسات الزراعية الجيدة حول إنتاج غذاء آمن وسليم في إطار الاستدامة البيئية للزراعة. كما يضمن تطبيق حزمة هذه الممارسات تحسين فرص المزارع أو المزارع الصغيرة في الوصول للأسواق وخفض كلفة الإنتاج على المدى الطويل، من خلال التحسين المستمر في أنظمة الإنتاج، بالإضافة لترشيد استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية طبقاً للمواصفات الأوروبية والعالمية، مما يضمن سهولة تحول المزارعين من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية. نستمع الآن، نستأذنكم معالي الوزير، نستمع إلى كلمة الوزارة من سعادة وكيل الوزارة لشؤون الزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي وزير البيئة والزراعة، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي، معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال مشيطي، معالي المهندس الدكتور هشام الجضعي رئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، معالي المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أصحاب السعادة، أخواتي وأخواني الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزامناً مع اليوم العالمي للتربة، تحتفل وزارة البيئة والمياه والزراعة بتدشين الشهادة السعودية للممارسات الزراعية السعودية الجيدة سعودي جاب، بانسجاماً مع رؤية المملكة 2030 بالاستفادة المثلى من الموارد الحيوية والتنمية المستدامة، يأتي مشروع نشر وتبني الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة العربية السعودية سعودي جاب بشكل يخدم حماية واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على بيئة متوازنة ومستدامة، ويحقق الاستخدام الأمثل لمدخلات الإنتاج الزراعي وتطوير العمليات والممارسات الزراعية وزيادة الإنتاج وتحسين مواصفاته وزيادة دخل المزارعين وسلامة المنتجات الزراعية وتأهيل دور العاملين. إن تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية السعودية والتي ستنتهج سعودي جاب سيؤدي إلى فتح منافذ تسويقية جديدة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ويساهم في تنمية القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
ولأهمية الممارسات الزراعية الجيدة وتأثيرها على زيادة الجودة والكمية والقدرة التنافسية للمحاصيل المنتجة، والحد من استخدام المبيدات والاستخدام الأمثل لمدخلات الإنتاج، والحفاظ على قطاع زراعي إنتاجي مستدام لتوفير غذاء صحي وآمن، وضمن مبادرات وزارة البيئة والزراعة والمياه والزراعة للتحول الوطني 2020 انبثقت مبادرة تطوير الممارسات الزراعية وإحدى برامجها سعودي جاب. تم رصد مبلغ 60 مليون ريال سعودي لإدارة وتنفيذ وتطبيق مشروع سعودي جاب بالشراكة مع جامعة الملك فيصل. معاليكم، سيوفر هذا المشروع مبدئياً فرص عمل لعدد 350 مواطن ومواطنة بعد تأهيلهم ضمن هذا المشروع كحديثي التخرج بدرجة البكالوريوس في العلوم والعلوم الزراعية كمفتشين وموثقين لتلك الشهادة. معاليكم، هذه الوزارة تعول كثيراً على الإسراع في تطبيق مشروع سعودي جاب من خلال مساهمة النهايات الطرفية للمنتجات الزراعية مثل مراكز البيع الكبرى في المملكة بمبادرات طوعية تسلمتها الوزارة، تضمن تسويق المنتجات الحاصلة على شهادة سعودي جاب دعماً لهذا المشروع، والتي من وسيترافق ذلك مع إطلاق موقع إلكتروني لتسهيل وتقديم الحصول على شهادة سعودي جاب. معاليكم، دعم القطاع الخاص لتطبيق هذه الشهادة سيكون هو المحور الرئيسي للإسراع في ذلك، وسيتم تطبيق المعايير الممارسات الزراعية بمشيئة الله وفق خطة زمنية لمدة 3 سنوات تبدأ بتاريخ 1/1/2019، ونطمح من خلالها تغطية 50% من مساحة الكلية المزروعة في المملكة العربية السعودية في السنة الأولى من التطبيق. معاليكم، معالي النائب، أشكر دعمكم اللامحدود وتوجيهاتكم الكريمة التي أدت إلى انبثاق مثل هذا الحدث التاريخي في الزراعة السعودية وتوجيهاتكم، كما أشكر الفريق المشارك في بناء هذا المشروع، وختاماً أشكر لكم حضوركم جميعاً ومشاركتكم معنا تدشين هذه الشهادة السعودية للممارسات الزراعية الجيدة، والتي ستحدث نقلة نوعية كبرى في قطاع زراعي مستدام يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والرفاه للمزارعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بتدشين الشهادة السعودية للممارسات الزراعية الجيدة سعودي جاب. سعينا الحثيث نحو بيئة مثالية ونقية تمنحنا غذاء نطمئن له بثقة راسخة ومتينة لا خيار ولا تردد، بتدريب مستمر وفعال ومرافق ذات جودة عالية وبأداء طموح ومبتكر نجني عوائد تنمو بالطراد من خلال منتجات صحية وآمنة لتنفذ إلى فضاءات جديدة
وأسواق عالمية، ثروة نحافظ عليها وبيئة نحميها بأيد نعتني بها. الآن عرض برنامج تفصيلي عن الممارسات الزراعية الجيدة سعودي جاب، يقدمه سعادة الدكتور سليمان الخطيب المستشار ومدير الإدارة العامة للثروة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأتحدث عن الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة العربية السعودية ومفهومها، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ والمعايير والتوصيات الفنية التي تطبق على الإنتاج ووحدات الإنتاج بما يضمن سلامة وأمان الغذاء، صحة وسلامة العاملين، وتحسين ظروف عملهم وحماية واستدامة البيئة. يشمل هذه المفهوم الممارسات 14 معياراً بها 61 نقطة تحكم يستطيع منها المفتش أن يحكم على هذه الوحدة في صلاحية حصولها على الشهادة السعودية للممارسات الزراعية الجيدة. وفي حال حصول هذه وحدة الإنتاج على شهادة اعتماد سعودي جاب، فإن هذه الشهادة ستغطي سلامة الغذاء وإمكانية تتبع مصدره من المزرعة حتى لو وصل إلى المستهلك، أيضاً البيئة بما فيها من تنوع حيوي، وصحة العاملين وسلامتهم ورعايتهم، وسلامة حيوانات المزرعة، وإمكانية الحصول على الرفق بالحيوان في هذه الحالة. سأستعرض حالياً بشكل سريع جداً إذا طبق السعودي جاب ما هي الضمانات التي سيحصل عليها المزارع والمستهلك في حال تطبيقه نقاط التحكم الواردة في دليل السعودي جاب. في الأول، يخدم تطبيق السعودي جاب حماية واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها بما فيها من تنوع حيوي، وهذا يحقق استخدام أمثل لهذه الموارد واستدامتها. أيضاً إدارة الوحدة الإنتاجية في حال تبني تطبيق نظام سعودي جاب، فيؤدي ذلك إلى سهولة إدارة وحدة وموقع الإنتاج من خلال توفير سجلات خاصة بالوحدة تشمل كل مدخلات الإنتاج، وحدات الفرز، وتعبئة المنتجات، وأوقات استخدام مدخلات الإنتاج في هذه العمليات. وبالتالي يمكن المفتش من الاطلاع على كافة العمليات الزراعية بأوقاتها وتفصيلها خلال عملية التفتيش على المزرعة لمنحها شهادة السعودي جاب الممارسات السعودية الجيدة. في مجال سلامة الأغذية والنظافة، يضمن تطبيق نظام السعودي جاب التحكم بعناصر المخاطر الكيميائية والبيولوجية، يقلل من أثار الضارة على صحة الإنسان والمنتجات الزراعية والبيئة، ويضمن سلامة الأغذية المنتجة في جميع مراحل الإنتاج والتخزين والنقل حتى تصل إلى المستهلك. في تتبع المنتج، يوفر نظام سعودي جاب خاصية التتبع للمنتج من وحدة الإنتاج المسجلة في النظام من لحظة وصوله إلى المستهلك. وفي هذه الحالة، في حال حدوث خطر على أي منتج من المنتجات، يمكننا في حالة التتبع هذه من سحب هذا المنتج في أي لحظة نحتاجها. في حقوق العاملين، يضمن تطبيق نظام سعودي جاب المحافظة على حقوق كافة العاملين بوحدة الإنتاج والرعاية الاجتماعية والصحية لهم، وبالتالي يعطيهم كافة الحقوق اللازمة لعمل وإنجاز أفضل داخل وحدة الإنتاج. في صحة وسلامة العاملين، يؤدي تطبيق نظام السعودي جاب إلى توفير مرافق صحية آمنة يوفر حماية لازمة للمزارعين والعاملين، استخدامهم ملابس الوقاية الشخصية، اتباع الإرشادات الضرورية الخاصة بالنظافة والصحة،
والصيانة الدورية لأدوات معدات الإنتاج كلها من ضمن مدخلات السعودي قاب والممارسات الجيدة. إدارة المخلفات والملوثات أيضاً يضمن نظام السعودي قاب تبني وسائل من أجل التخلص من المخلفات والملوثات، ويضمن عدم وجودها بالقرب من مواقع العمل، كما يتيح النظام الاستفادة من هذه المخلفات بتحويلها إلى كومبوست ومخصبات للتربة على المدى البعيد. البذور والتقاوي والشتلات أيضاً يتطلب نظام السعودي قاب التزام مشغل وحدة الإنتاج بقانون ونظام البذور والتقاوي والشتلات ولائحة التنفيذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما يتعلق بالمعاملات الكيميائية، خلو هذه البذور والتقاوي من أي مكونات معدلة وراثياً. في مجال إدارة مياه الري يشجع نظام السعودي قاب على الاستخدام المستدام لمياه الري وطرق الري الحديثة، يشترط إجراء تحليل ميكروبي وكيميائي لمياه الري في مختبر معتمد لضمان سلامة المنتج، كما أن الاستخدام الأمثل لمدخلات الإنتاج واحدة من المعايير التي يهتم بها السعودي قاب، ويضمن تطبيق نظامه التزام مشغل الوحدة بقانون نظام الأسمدة ومحصنات التربة بدول مجلس التعاون ولائحة التنفيذية، واستخدام الأسمدة الطبيعية أقصد الحيوانية منها وخلطها بالتربة وفق المعايير والأوقات المناسبة بما يضمن سلامة الأغذية، لا يمكن أبداً استخدامها قبل وقت الحصاد مما يمكن أن يعرض المنتج إلى تلوث أو حمل ميكروبي عالي. الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية تبني نظام سعودي قاب يؤدي إلى تطبيق برنامج خاص بإدارة متكاملة للآفات الزراعية يحد من مخاطر أضرار الآفات على المحاصيل، يستخدم الحد الأدنى من المبيدات الزراعية إذا احتاج وإذا تطلب الأمر إلى ذلك، ويشترط عليه الالتزام بفترات الأمان لكل مبيد، وفي هذه الحالة سجلات المزرعة ستظهر كافة هذه البيانات متى استخدم متى حصد، وبالتالي يحسب هذه الفترة ويحسب أيضا المبيدات المستخدمة إذا كانت محظورة أو غير مسجلة في المملكة العربية السعودية. الحصاد والتعبئة والتخزين يضمن تبني نظام سعودي قاب سلامة المنتجات الزراعية عن طريق اتباع خطة واضحة تشمل تطبيق كافة إجراءات سلامة المنتجات في جميع مراحل الإنتاج والحصاد والتخزين والتسويق، وذلك من خلال تدريب كافة العاملين في الوحدة الإنتاجية على إجراءات سلامة الأغذية قبل البدء بعملية الإنتاج والحصاد. ويشترط سعودي قاب أيضاً وجود هذه في سجلات المزرعة حتى لو قام مدير الوحدة أو مالك وحدة الإنتاج بهذا التدريب. وأخيراً القدرة التنافسية تضمن ممارسة سعودي قاب تلبية شروط ومتطلبات المستهلكين والمستوردين في الأسواق المحلية والعالمية، والتي تؤدي إلى زيادة نفاذ هذه المنتجات الزراعية بالأسواق والقدرات التنافسية للمنتجات الزراعية المطبقة للسعودي قاب والحاصلة على شهادة الممارسات الجيدة في المملكة العربية السعودية. أشكر لكم استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأذنكم بتسليم وثيقة الالتزام بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة سعودي قاب لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة. صورة جماعية لفريق العمل الخاص بسعودي قاب مع معالي الوزير الدكتور سليمان عبد الله الخطيب مدير عام الإدارة، دكتور عبد الرحمن سليمان الحبيب مستشار وكيل الوزارة، الدكتور عبد الرحمن بن أحمد المحارفي جامعة الملك فيصل، الدكتور حسن يحيى آل عايض مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الأستاذ عبد الله بن صالح الحوتان نائب مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية، عواجي حيدر أبو الغيث مدير سلامة المنتجات الزراعية، الدكتور مازن الخطيب مستشار الوزارة، الدكتور مشعل عبد الله الحربي نائب الرئيس التنفيذي في المركز الوطني للنخيل والتمور، الدكتور أحمد عبد الرحيم ليلى مستشار الوزارة، الأستاذ سعد
بن مشبب آل سعد، وكالة الوزارة للزراعة، الدكتور خالد ناصر أرضيمان رحمه الله الذي كان له دور في مراجعة المواصفات للممارسات الزراعية الجيدة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم لصاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي على تدشينه الشهادة السعودية للممارسات الزراعية الجيدة سعودي جاب، وأصحاب السعادة بالشكر الجزيل لتشريف هذا الحفل، والشكر موصول إلى كل الحضور وفريق العمل والمنظمين لهذا الحفل، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع إلى خدمة هذا الوطن المعطاء. والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.